بعطيش فيها التفصيلات تبعتها، بعطيها قسم الجهه. يعني مثلا على سبيل المثال في عندي جوجل انا بضعتها وما بديش اوضح اللي داخلها وإلها علاقه بالكاستمر، بكتب شو اسمها بجوجل كاستمر. اما اذا كان بدي اضع التفاصيل الداخليه فيها يفضل ان تكتب الرول اللي هو فيه. رح ناخذ امثله عليها زي ما حكيت، رح نشوف اللي هي الستايل البيست براكتسز في الستايل، رح نحكي عن المسميات. معنا مش رح تبدا بحي السيمانتكس او الخطا في صح، بس رح نشوف ايش اللي يفضل استخدامه في التسميه. رح نشوف. طيب نجي الان للايفنت بشكل تفصيلي اكثر. لما بحكي انا عن ايفنت او عن حدث زي ما هو التعريف عندنا هون is something that happens during the course of a business process and affects its execution flow. يعني هو عبارة عن شيء يحدث في خلال الفلو تبع البروسيس وبتأثر على الفلو تبعه. بالعادة أو الإيفنت دائما في له ايش؟ كوز وفي له امباكت. في كوز وفي له امباكت، في له سبب وتأثير، في له سبب حتى يحدث، الحدث يحدث بسبب شيء معين. سبب، في سبب أدى إلى هذا الشيء. زي ما بنعرف مثلا عارفين بعض الرموز، زي ما مثلا عندي ستارت مثلا أو عندي ايفنت معين له علاقة بالزمن، مرتبط بالزمن. مرتبط بزمن معين. الامباكت انه مثلا يسوي ستارتنج او يسوي انتربتنج او يسوي اندنج مثلا لشيء معين. في عندنا ستارت ايفنت indicates وير ا بارتيكيولار بروسيس will start. هذا الستارت. انترميديت occurs between start event and end event. It will affect the flow of process but will not start or directly terminate the process. الانترميديت لا بيبدا البروسيس ولا بينهي البروسيس. ممكن يأثر على الفلو بس ما بينهي ولا بيبدا. ليش دكتور بس؟ الانترميديت؟ ليش يعني؟ الانترميديت زي مثلا استلام رسالة. ماشي؟ أو عندنا مثلا كومبلكس جيت ويز اللي هي مبنية على بسموها ايفنت بيست. ايفنت بيست بيكون في عندي جيت وبيكون خارج من ثلاثة أو أربعة فلوز، كل واحدة منهم عليها بكون واضع انترميديت ايفنت زي مثلا استلام رسالة أو ايرور أو تايم. يعني هي طباعة شيء هي ايفنت ولا طباعة اكتر. يمكن الانتهاء من الطباعة او بدء الطباعة شو تصير؟ ايفنت. طيب طبعا اذا بدنا نروح على التفصيل اكثر، يعني ندخل تفصيل اكثر حول ال السبيسيفيكيشنز تبعتها، ممكن تروح على السبيسيفيكيشنز اللي هي الصادرة من الاورنج. ماشي؟ موجود عندك لكل واحد من هذول موجود يمكن سبع او ثمان نقاط متعلقه فيهم، احنا راح ناخذ بعضهم خلال كلامنا اما على الاستخدام الخاطئ او كلامنا عن البيست براكتسز، راح نحكي عن بعض النقاط المتعلقه فيهم. طيب نجي الان للانواع. نجي للانواع. زي ما حكينا الايفنت عندنا هون اما ستارت واما انترميديت واما اند. الستارت زي ما انتم شايفين عندنا دائره خط رفيع. الانترميديت خطين. الاند بايش؟ خط عالي.
ام الخط عليه ممكن الان كل وحده من هذول يكون في لها شكل مختلف وكل شكل يمثل نوع معين. الرسالة طبعا واضح، رسالة في عنا تايمر، في عنا اكسبشن. بعض الاحيان تكون مكتوب عليها اكسبشن، بعض الاحيان تكون كاتبين عليها ايرور. يعني ممكن تلاحظ بعض الدوكيومنتس مكتوب عليها ايرور، يعني حدوث خطا او عند حدوث اكسبشن، حاله استثنائيه في طرف. الكانسليشن، في عنا الكومبنسيشن، رول، لينك، تيرمينيت و مالتيلر. ممكن نحكي عن بعضهم بشكل سريع، وقبل ما نحكي عنهم بقول انه هذول الموجودات في البزنس بروسس موديل ليميتيشن 1. البزنس بروسس موديل ليميتيشن 2 لسه في غيرها، في اسكاليشن وفي كمان في غير ممكن عن تكنيكتين على الاقل. في عندنا الاسكاليشن، وفي عندنا ايضا هذه الانواع كلياتها. في عندنا انتربتنج ونون انتربتنج. هون كلها انتربتنج تاني. في البزنس بروسس موديل نوتيشن 2 نفسهم، لكن ممكن تستخدمهم نون انتربتنج. شو يعني نون انتربتنج؟ يعني صحيح بيعثروا على الفلو وبيسوي فلو جديد، بس الفلو قد يقدر شغال. يعني في البزنس بروسس موديل نوتيشن 1 اذا كان في عندي مثلا على سبيل المثال تايمر موجود على حافه تاسك، في اللحظه اللي بصل هذا التايم بروح من هذا التاسك اذا ما كنتش منيح، وبطلع وين؟ بطلع الفلو الجديد. هذا اذا كان انتربتنج. وعندنا في البزنس بروسس موديل نوتيشن 1 كلها انتربتنج. في البزنس بروسس موديل نوتيشن 2 في عندنا كمان ممكن تكون نوت انتربتنج، بمعنى انه اذا كان في عندي تاسك وعلى حافتها موجود تايمر انترميديت، طبعا تايمر انترميديت، لكن نوعه نون انتربتنج بيضل التاسك شغال، والفلو كمان تبع الانترميديت شو بيسوي؟ كمان بصير اكتيفيشن برانشنج. التنتين ضلوا شغالات، تو فلوز ضلوا شغالات، يعني الاصلي ضلوا شغال، بنعمل واحد جديد بيطلع من البوست من الفلو الجديد. يعني بمعنى انه على سبيل المثال قاعد بشتغل بشغله كان سابقا اذا حصلت مثلا عندي تايمينج مثلا بعد ساعتين وما كنتش مخلص بروح في الفلو جديد. الان في لانه انتربتنج نوع، في النون انتربتنج بقول انا شغال في تاسك اذا مر ساعتين ضلك شغال وروح كمان في الفلو جديد. ماشي، بس النون انتربتنج هي نفس هذا الرموز، لكن الدوائر اللي عليها نقطة في عليها تنقيط نقاط، بدل ما تكون خطوط دائرية كاملة شو بصير؟ نقط. كمان رح نشوفها، يعني مثلا الشغلة رح نشوفها، بس أنا حبيت أقول إنه في عندنا غير هدول. بتفوتوا على شغلة إنه على سبيل المثال ستارت، يعني هون إحنا عمالنا نحكي عن سنتاكس. هل ممكن يسوي يكون في عندي ستارت بادئ إيرو؟ فيش بروسس بدأ إيرو. فيش بروسس بدأ كانسليشن. فيش بروسس بدها كومبنسيشن او تيرمينيشن. كومبنسيشن يعني عباره عن تاسك يحل محل تاسك. كومبنسيشن هو تعويض، يعني بديل، تبديل، تعويض تاسك عن تاسك. ماشي، مش ممكن تبدا انت بشيء من هالنوع. فهذا الكلام اللي لما يكون هون فيش عندي معنى ذلك انه لا يمكن استخدامه، ولذلك مش راح تلاقي ولا مره اي بروسس يبدا ب هذول او يبدا بلينك. مش عندي ماشي، مش عندي عفوا ممكن يبدا بلينك، مش عندي تيرمينيشن ممكن يبدا بلينك. شو معنى يبدا بلينك؟ يعني هو تكمله لشيء ثاني. ممكن هذا عبارة عن
في مزاجي بعد ما ارسم رسمه عندي او ابدا في وضع اي مكون اذا رحت ضغطت على اليمين على الزر اليمين وفتحت الايفنت تايب طبعا ممكن تعطيني الانواع هذه كلها هذه السلايدات قبل ما تفتح عن بونتو ولذلك لو فتحت على بونتو رح تلاقي كمان شيء برضو ماشي هاي في عندنا الانواع الموجودة عندنا الانترميديت نفس الشيء لما يكون في عندي الانترميديت لازم تعطين الشكل اللي عندي هو خطين التايب سرعتها الموجودة عندنا مسج تايمر كومبنسيشن كونديشنال لينك سيجنال موضوع في برر يمكن في برر في الجديد البرر في الجديد البرر عندك انت برر هذا ما هو طبعا مو بيقول لك على الاسكليشن وبرر لا اسكليشن وين هذول المضافات في البزنس بروسس موديل بريزنتيشن 2 هذه السلايدات موجوده عندي قبل 2 وهذا طبعا مزاجي زي ما حكيت ما كانش بتعمل فتينا ثنتين مش موجودين ايش؟ سيرفس تاسك
ريسيف تاسك سيك يوزر سكريبت مانوال رح نشوف تفصيلهم تمام بس انا عايز اعرفكم كيف ممكن يكونوا مختلفين في عنا بالنسبه للايفنتس ايضا ممكن تيجي مع التاسك بدل ما تروح على الطائره وين تروح على الاتاتش ايفنت هذا يكون ايفنت مربوط على وين على التاس نفسه على الحواف تبع التاس على الحافه تبعته وهيو من وين ناخده مش من التايب بدل ما ناخده من التايب من ناخده اتاتش اتاتش ايفنت اتاتش يعني هذا اتاتش لا تاس معين نجد الكونكشنز الكونكشنز زي ما حكينا سابقا في عنا سيكونس فلو السيكونس فلو هذا عبارة عن فلو عادي في عندي إذا كان موجود عليه معين سكر قوني شو بكون هذا؟ كونديشن يعني بكون مثلا ترو فولس ابروفد نوت ابروفد بيجي مع الجيت بيشتغل لا بيشتغل مش مع الجيت هذا مش مع الجيت هاي مش معقول الجيت هو لحاله بحد ذاته شو هو كونديشن هذا بيكون طالع مباشره من تاس بيكون طالع مباشره من تاس بدون جيت بدون جيت هو يمثل جيت هو اصلا شو طلع شو عليه جيت بس جيت لمين الرحل جيت صغير عشان هيك بنصنع شكل جيت موجود ما فيش يعني بيطلعش منه شيء ثاني ما بيطلع منه شيء ثاني هو عبارة عن كونديشن للسلوك في هذا المسار أو في هذا الفلو يعني ممكن أنا من تاسك معين أطلع جيت واي إكس وأقول إنه هذا ترو وهذا فورس أو ممكن مباشرة أحط خطين طالعات بهذا الشكل واحدة منهم شو تكون ترو والثاني فورس بقدر أسوي نفس الشكل اثنين إيكوفالنت نفس الشيء في عندي اللي بعديها اللي هي الديفولت الديفولت شو هو؟ لو كان في عندي مثلاً OR gate أو exclusive gate وطالع منهم مثلاً ثلاثة الأولاني مثلاً أكبر من خمسة الثاني مثلاً أقل من أربعة ولا تحقق للشرط الأول والشرط الثاني عمل من واحد على الديفولت يعني الديفولت هو عندما لا يتحقق أي شرط من الشروط أروح على الديفولت المسج طبعا حكينا عليه ده والاسوسيشن زي ما حكينا في عنا نوعين من الاسوسيشن بتاع الشغل ولا شيء دكتور الديفولت هيك بكون على الجيت بكون على الجيت ولا ممكن يكون على التاسك ديفولت ديفولت يعني منطقيا بدها تكون على جيت على الجيت الديفولت على جيت اوكي على تاسك شفتها على تاسك مش متاكد يعني مش متاكد على جيت اكيد موجود على جيت بس هذه ما بتكونش عجيبة في سلايد قبل هذا هذه ما بتكون عجيبة هذه ما بتكون عجيبة هذه بتكون على التاسك مباشرة هاي مش متأكد منها احنا مرة أخذنا في المثال اللي أعطتنا إياه مع موقع موجود عجيبة كان هذا هذه منهم بالديفولت الديفولت عجيبة احنا بنقول عجيبة بس بقول هل هي على التاسك ممكن تكون مش متأكد هذا طبعا أكيد ما بتكونش عجيبة كنا على سلايد قبل هذه كانت على تاسك قبل هالقول عجيب مش متأكد صراحة أنا ما شفتهاش على تاسك هاي ديفولت تاسك عايز مسار واحد يعني ما فيش فيها ديفولت لا ممكن يكون في مسارين يعني ممكن يكون في أكثر من مسار زي ما تاسك يعني ممكن تروح على تاسك الديفولت ممكن تروح على تاسك من دون تطلع من تاسك احنا مش بنقول تروح بتروح انا عارف تطلع من تاسك تطلع من تاسك مش متاكد انها بتعتبر طيب نجي الان للسيكونس فلو رولز سيكونس فلو رولز زي ما كنتم لاحظين هي بسيطه جدا الرسمه هذا الرسمه بسيطه جدا بتقول انه الستارت بتخش عليه هو سيكونس فلو ولا هون كله فاضي
يعني مش ممكن نطلع فلو من ستارت لستارت او من البروسيس او من تاسك او من جيت او من انترميديت او من اند يروح على ستارت. ما في عندي. والاند كيف مش حتكون عليها فرونت اند بس دخول هي عليها دخول فقط، ما فيش عليها دخول، ما فيش طالع منها ولا شيء. ماشي؟ هذا الرولز تبعتها. اتوقع بسيط واضح. نجي الان للمسج فلور. المسج فلور اللي هو الخط يعني المتقطع. زي ما احنا شايفين مش ممكن مثلا يكون في عندي من مسج ل من ستارت لستارت هون فيها، هذه ستارت مع مسج مع ستارت لمسج. ماشي؟ وهذه الستارت هذه عبارة لما يكون عندي هذه عبارة عن يسموها كاتشينج، وهذه شو يسموها؟ ثروينج. كاتشينج انها استنى استنى ريسيفر ريسيفز، وهون ايش؟ سند. فمش ممكن يكون اتصال ما بين ريسيف وريسيف، كيف يعني؟ ما هو اثنين ريسيف، ما فيش اتصال ما بين ريسيف وريسيف، بس ممكن يكون في عندي ايش؟ سند و اند. ماشي؟ ممكن يكون يعني انا انتهيت من البروسيس، ممكن الانتهاء من البروسيس يكون هو عباره عن ايش؟ سند مسج يسوي ستارتنج او اكتيفيشن للبروسيس. لكن لاحظ عن ايش عم نحكي؟ مسج ما بنحكيش عن سيكونس. احنا قلنا في السيكونس ما فيش الاند ما بتطلعش منه شيء، بس سيكونس بتطلع، عفوا مسج بتطلع، مسج ممكن يطلع. الاند مش في عندي الاند في نوع منها ايرور، في نوع منها مسج. هذا الشكل اللي هو اسود في الداخل شو بنسميه؟ ثروينج سند سند يعني. وهي الابيض ويف او سيدي. دكتور يعني في مثلا انا برسم في فلو معين وصلت لمرحلة إنه لازم أروح لبروسيس ثاني. نعم. طيب شو أني بحط هسا هي ستارت مسج يعني عشان بيعتمد على أشير تطلع منه يعني بديش مسج مش أحط البروسيس الثاني عندي بس بدي أشير إنه هون في بروسيس ثانية أخرى بروح لها. طيب بروسيس ثانية يعني بديش أحطها هون لكن إنه إيش يعني أنت مع مسج بحط ولا كيف؟ حد تكمل في تكمل يعني ولا خلص؟ هون بديش أكمل خلص؟ خلص انترميديت مش انترميديت يعني اللي هم الاند انترميديت اند. اذا كانت انت بدك تكمل تحط هذا انترميديت انه انت بعت مسج لواحد ثاني لبروسيس ثاني او طبعا ما بحكيش لبروسيس ثاني انا بحكي له هو الثاني. لا شو معنى بروسيس ثاني؟ بروسيس ثاني يعني انه بتسوي ريكورد بتسوي كولينج يعني بتعمل ستار بتعمل ايه؟ بتسوي كولينج اذا كانت البروسيس اذا كانت البروسيس بتسوي كولينج اذا كانت تدخل ضمن البروسيس او بدك تسوي ستارتنج للبروسيس في بول ثانية بتسوي ايش؟ انترميديات وبتوصل الى او اند وبتوصل الى من خلال ايش؟ مسج فلو مش سيكونس فلو. يعني احيانا انا بقول انا خلصت عندي البروسيس ونهاية البروسيس اللي عندي هي عبارة عن إشارة بدء مسج لمين؟ لبروسيس آخر، بيكون بداية البروسيس الثاني هيك. زي هيك. نهاية البروسيس هذه مثل انترميديت مسج بتكون ولا مش انترميديت عندك انت، انت كنت انهيت البروسيس بتكون انت. بس إذا كنت ما خلصت بدك تشغل واحد ثاني أيوة. البرانش الثاني بيشتغل بس في هذا المرحلة. بحط لي انترميديت. بيعتمد على نتائج. ويتي ويتي انت زي هيك، يكون عندك زي هيك ويتي انت عمال تستنى
تاسك بدي امسك المسج اللي استنى تاسك لازم اخلص الشغل ماشي في عندك في البروسيس بتوقع في حدا نفسه رح يكون موجود عندي انا بكون عندي انترميديت هون سنت بسوي شغل هون في المحل الثاني ولما اخلص منه بصير في سنت زي هذا بكون في قبال رسيد هذا الشكل على نفس التاسك على نفس التاسك يعني ممكن يكون عندي على سبيل المثال ممكن يكون في عندي هون مثلا بغض النظر شو موجود يكون في عندي هون تاسك تي 1 وفي عندي هون يكون في انترميديت وفي عندنا هون الظرف اللي هو الاسود throwing نفترض في عندي بروسيس هون بغض النظر او قول بغض النظر شو هي هذه مثلا بي 1 تطلع هون مسج عليها طبعا اذا كان في عندك ديتيلز بروح على محل اللي هو بالصف عليه ماشي وبكون في عندي هون مثلا انا بستنى بوصل هون بكمل وبكون في عندي انا في مكان ما هون كمان عندي واحد انترميديا الثاني بس الظرف اللي فيه بكون ابيض وبكون هاي اللي بكون انا بعثت مسج خلصت تاسك معين بعثت مسج هون اشتغل سوى اللي بغض النظر شو اللي عنده بعث لي مسج استقبلت المسج وبكمل في تو مثلا بس من ناحيه عمليه انا عندي بروسيجر بالبوسس حجمها كبير عددها كبير كيف بدي انا اربط هذا الرسم اربط التمرين بس مع فايدتي اي ناحيه يعني اي ناحيه من حيث الشكل اصلا من حيث الشكل يعني مش من حيث الشكل خلينا نحكي من حيث الشكل اذا كان عندك انت رسمه يعني فيها شغلات كثيره جدا لابد انه في بعض الاجزاء هي عباره عن سب تاسك ولذلك يفضل ان تستخدم اللي هو سب تاسك بتعطيها يعني استصغر يعني بس بدل ما يكون فيها يعني على سبيل المثال احنا لما نجي على الجامعه في عندنا قبول الطالب تسجيل الطالب تخريج الطالب ممكن يكون هذول 3 سب بروسس كل واحد منهم شو بسوي بتحط فيها؟ بتحط فيها تفصيل هذا الشكل يعني بدل ما احنا كنت كلها تخليها وان ليفل خليها ليفلز مختلفه واذا لقيت انه عندك الرسمه فيها شويه تعقيد بامكانك تستخدم بعض الرموز على اللي هو الدائره وفي عليها السهم هذا الشكل لما يكون في عندي دائرة فيها سهم بهذا الشكل كمان نفس الشيء واحدة منهم throwing والثانية catching الفاضي تكون فاضي فممكن تعطيها نيم زي في الفلوت شارت لما تحط دائرة وتسميها connection لما تكون الرسمة معقدة وتدخل في بعضها ممكن تحط connection وتحط في محل ثاني connection هذول بيعملوا هم شو بيعملوا مع بعضهم كل الناس يسألوا زي طيب نوع نفس الناس وصلنا طيب زي ما حكينا بنحكي عمان عن المسج بتلاحظوا ايضا بتلاحظوا ايضا انه ممكن انت توصل ما بين المسج فلو ممكن توصل ما بين كل الاجزاء مع بعض على بعض البعض الشيء الوحيد اللي مش ممكن يصير شو هو أول حاجة إنه الرسيف ما بتطلعش ولا على أي محل تاني ماشي وال السند ما بتخش عليه ولا شيء السند هذا سند مظبوط اند سند اند سند شو بتسوي؟
بس ما بيجي عليها اي مسج فلو. بس اللي كنت تبوا احنا عمالنا نحكي عن ايش؟ عن المسج دايركت ماشي؟ ممكن يكون الام هاي عمالها بتعطي مسج لمين؟ مسج لاي وحده من الروت. لاي وحده للستارت ممكن الام تبدا بروسيس جديد. يكون فيها مسج لمين؟ للستارت في مكان اخر. إذن هذه هي القوانين المتعلقة بالمسج فلو. مش للجيتس. الجيتس عندنا إذا متذكرين حكينا عنه المرة الماضية. في عندنا هي الجيت زي ما حكينا هي عبارة عن مودلينج لإلمنت إما مستخدم في الكنترولينج للسيكونس إما من خلال عملية الدايفيرجن أو الكونفيرجن إما التفرع أو الالتقاط. وفي عندنا هذا الشكل اللي هو إما يكون في إكس المعين وإما إكس أو فاضي. شو يكون هذا؟ شو إنه اسمه؟ إكسكلوسيف أور. شو يعني إكسكلوسيف أور؟ يعني بيطلع منه إذا طلع منه ثلاثة واحد منهم فقط هو اللي بيتحقق إكسكلوسيف أور. دكتور بس الريسيف مسج هاي اللي قبلها كيف بدك تقول ستارت ريسيف مسج وتطلعش منها شيء؟ ستارت في النهاية وين هي؟ أول واحد يعني حتى لو هي ريسيف مسج ماذا؟ صح هي ريسيف مسج هاي؟ هاي ريسيف ماشي بس هي فعليا في البداية بتطلع منها ستارت بتطلع منها ستارت بتطلع منها سيكونس بس مسج بس مسج مسج لأن هي أصلا ريسيف. كيف تكون رسيب وسند؟ مسج بس بطلع مسج بقول لك انت عمال بحكي عن ايش؟ مسج فلو هو بيطلع منها. يعني هذه اصلا في كثير من الاحيان بدايه اي بروسيس في الغالب هي مسج يا بيكون مسج يا بيكون تايم صحيح. يعني يا شغله كل يوم الصبح بتسويها او الظهر او في بدايه كل شهر او في نهايه كل شهر فبتكون مبنيه على تايم. او بتكون لانه وصل ريكوست من كاستمر وصل ريكوست من جهه معينه فهي عباره عن مسج. ففي غالب الاحيان اصلا الستارت تبع اي بروسس بيكون بهذا الشكل. بنعمل برانشنج كلها بنعمل اور مسج يعني فوروردنج بتكون لازم من جهه مسج فوروردنج يعني هذه المسج هسه بيجي عليها مسج مضبوط ممكن اطلع اكثر من مسج نفسها نفس المسج بنعمل اورينج وبنعمل المسج نفسه بكود ممكن نطلع نفس المسج. الان اذا انت بدك تطلع مسج بناء على كونديشن بدك يكون قبلها جيت بدك يكون جيت بناء على كونديشن نفس المسج يا بتروح على محل يا على اثنين يا على ثلاثه يا على اربعه زي ما بدك عمليه اللي هي اورينج برانشنج يعني في بدك اور بدك جيت بدك جيت كذا الحال. نجي للجيتس. الجيتس عندنا زي ما حكينا قلنا هون هذه اكسكلوسيف اور وهذه بهذا الشكل هي داتا بيس. شو يعني داتا بيس؟ يعني كانه في عندك كيف بتقول مثلا اكس اكبر من اثنين او اكبر من اقل من ثلاثه او ترو او فولس او ما شابه. وزي ما حكينا طالع منها واحد او اذا كانت هي عباره عن عمليه تجميع داخل عليها واحد في اللحظه اللي بتدخل اول واحد الباقيات بتصير لهم اجنورينج. في زي قصة بس ايش هذه؟ اكسكلوسيف بس ايفنت بيست. ايفنت شو يعني ايفنت بيست؟ مبنية على حدا ايفنت. في عندنا الانكلوسيف اور. الانكلوسيف اور شو هي؟ التفرع ممكن تطلع اكثر من واحد وعملية الدخول ممكن يكون دخول من اقل شيء واحد في هاي اقل شيء واحد اقل شيء واحد ممكن يكون ممكن يكون كلهم وممكن نوصله انهم كلهم الكومبلكس جيت واي كومبلكس ديسيجن. هذا ممكن يكون انت عندك لا هو اكسكلوسيف ولا هو اور. يعني على سبيل المثال ممكن يكون فيها ثلاثه جيتس الاول اول اثنين بيطلعوا وقف عندك جيت
الاكسكلوسيف اول واحد بنطلع البقيات خلص بوقفوا لا ما فيش عندي فلو ما بمشيش مع الثاني الاور ممكن واحد ممكن اثنين ممكن ثلاثه ممكن ام اذا عملتهم ام ممكن اوصل لام طب اذا كان بدك انت بس اول ثلاثه ويوقف يعني اول فلو اشتغل والفلو الثاني اشتغل خلص ما يكملش للام شو بصير بدك تعمل لا بمشي اكسكلوسيف ولا بمشي اور شو بدك؟ هذا الشرط بتحدد فيه يعني الشرط بتحدد فيه انكتب عليه مع ذلك لا يفضل استخدامه الا يعني الكومبلكس يعني لا يفضل استخدامه لانه فهمها بتقدرش تفهمها غير لما بتقرا الكلام يعني بدك تقرا كلام مش من الرسم المباشر ممكن تفهم شو مقصود فيها بتقدرش تعرف البارل بارل البارل جيت واي زي ما حكينا شو بتسوي؟ بتسوي عباره عن عمليه سينكرونايزيشن سينكرونايزيشن اول شيء اذا كانت عندك بتسوي عمليه فوركينج يعني تفرع بتطلعهم كلهم في نفس الوقت واذا كانت هي في عمليه الاستقبال اذا في ثلاثه او اربعه إذا إجا أول إيفنت بتوقفه بتخليه عندها والثاني والثالث والرابع أو أول فلو والثاني والثالث والرابع وكلهم شو بتسوي فيهم؟ بتطلع مرة واحدة سينكرونايز طيب خلينا نشوف شوية أو بعض الأمثلة على الـ على الجيتس في عندنا هذا الموقع اللي هو نورج فيجوال بارديجم دوت كوم بزنس بروسس موديلينج والجيت ويز خلينا نشوف بعضهم break.